ويا اهلا وسهلا، مره وحشتوني بنات. قلت لازم اطل عليكم اليوم بفلوق، واساسا لي فتره مره يعني تقريبا من بعد الحج المناسبات والاعياد وغير كذا النوم مخربط، فما اقعد في البيت كثير. لكن اليوم قلت لازم اشارككم. طلعت كل المواعين بالغسال، هذا اول شيء اسويه لما ادخل المطبخ. بعدها طلعت الدجاج اخليه كذا يفك، وبعدين دخلت غرفه النوم رتبتها ونظفتها. طبعا هذا كان وقت غدا، فسويت الدجاج بنات مره الوصفه لذيذه. الخضار اللي عندي بالثلاجه حطيته بالفرن لمده ساعه، قلت عبال تخلص خليني اسوي معاه رز. تقدر تاخذوها كمان مع الخبز. وبعد ما تغدينا رحت على المطبخ نظفت الفرن كالمعتاد، كلوريكس وفيري واخر شيء ملمع قزاز. بنات اعتمدوها، اتوقع خلاص يعني الكل صار يعرف هالحركه. وبعدها جيت على طاولة الطعام كمان نظفتها، كل شيء وقتها كان نظيف بس فهمتوا اللي كذا بس من فوق. ما أخفيكم يعني أحاول إني أطل عليكم، فقاعدة أدور لي شغلة من تحت الأرض عشان أصور لكم فلوق. وكان في مواعي مرة قليل فاستخسرت إني أشغل الغسالة عليها، قلت خليني أغسلها بيدي. نرجع لمحور حديثنا بنات، أنا مرة أحب تصوير الفلوق يعني هاي. أكيد أنتوا حتستمتعوا، أنا ترى مرة 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 أستمتع، عشان كذا دائما أحب أصور فلوق وأنا مروقة، لأن هالشي يعكس على نفسيتي وأكيد 100% وأنا متأكدة حيعكس عليكم وحتحسوا كذا بشعور مرة حلو إن شاء الله زي ما أنا قاعدة أحس. الفلوق كله قلب سواليف، لا مرة واضح إني مشتاقة. على مو بعد ما خلصت التنظيف باقي آخر شيء الأرضيات، وأكيد الحب ريبال بنات والله العظيم، مو عشان إعلان لكن توب توب بالنسبة لي، ومرة حسيت بفخر. حتى أختي طلبتها من تجربتي، يعني جربتها ومرة عجبتها وطلبتها لبيتها. والمطهر حقهم ريحة خزامة بناتي هبل. بحط لكم كود الخصم حقي ولا تنسوا تستخدموه. وبعد ما نظفت الأرضيات المطبخ كامل، ومرات ترى أمررها على الدولاب على الجدر يعني توصل لأماكن بعيدة والعصا مرة طويلة. بعد التنظيف أكيد لازم نحتاج ريحة حلوة. شغلت بعدها سويت بخور، حطيت مستكة عشان خلاص الريحة الحلوة تثبت. وبعد الغسيل والكرف هذه الخطوة مرة ضرورية بالنسبة لي، ومرة مرة يعني فرق بيدين بشكل مو طبيعي. أحط صنفرة كريم كاب وبعدين آخر شيء أرطب، وهذا المرطب أخذته من نايس وين بنات مرة يجنن، إن شاء الله حرجع أطلبه. وبعدها أخذت لي غفوة صحيت وسويت الماما بسبوستي مرة تعشقها، جدا سهلة. نزلت لكم فيديوهات أساسا كلها بعلبة القشطة، يعني خلصتها وخلطتها وبعدين حطيتها في فرن مسبق التشغيل، وما تاخذ يعني 20 دقيقة وخلاص، حتى ما يحتاج تحمرينها من فوق. وعبيتها لعلبة زيت، كنت عبال ما تخلص البسبوسة أسوي أي شيء. شوفوا كيف طلعت عينكم على التحمير، مرة مرة لذيذة. فحطيت عليها النستلة وخليتها تبرد وبعد شوي، وبعد ما بردت قطعتها وجهزتها وخلاص رسلتها لماما. وجاء وقت الشاور خلاص بعد يوم مرة طويل، وصنفرة كريم كاب هذه لازم ضرورية مرة تنظف من قلب. وبعدها رطبوا بزيت اللوز المر، وشوفوا كيف النعومة والنظافة. بعد ما خلصت شاور استخدمت هالزيت، حطيت مرة نتفة لأطراف الشعر، رطبها مرة وتعطيها كذا نعومة، حب استخدمه بعد الشاور. آخر شيء حطيت على جسم الزيت ريحته تفتح النفس، بحط لكم الحساب اللي أخذت منه، هو نفسه كمان أخذته من الزيت. بعد ما خلصت خلاص أكيد بخرت شعري وبخرت البيت وجهزت الأوتفيت حق اليوم، كذا شيء رايق وناعم، وده مني رايقة يا رب لك الحمد. فسويت لي شاهي ونزلت معاه شبسات، نزلت كمان حلقات المسلسل، يعني أنا كذا مرة مبسوطة. ولا تنسوا دائما نقول الحمد لله على يومكم، كذا أقدر أقول لكم أنت فلق اليوم، أشوفكم فلقات ثانية، ولا تنسوا تضيفوني على الأصفر.